السلام عليكم. أنا ربا جات لي ب 2016، جاتني سكتة دماغية من يوم 2016 لحديت 2024. السكتة الدماغية النصف الشمالي كله تشنج، كله مقفل، وإيدي لما جيت لهون في العلاج الطبيعي بيرفكت. كانت القدمي كانت مطعوجة هيك بصراحة، بالمساج بالزيوت واللي باخدها والحبوب والمساج، كل تفك كل التشنجات اللي بجسمي، والقدم اللي كانت ماشية هيك صارت الحين تمشي سيدة. وإيدي كانت مقفلة هيك قوي جدا، كانت تفتح مستحيل تفتح، على طول مقفلة على طول هيك. بس الحين صارت بالإبرة الصينية، فكت نص اليد، وبالمساج كلها بتكون مفتوحة كليا صراحة، بيرفكت عجبتني. وأنا ناوي أرجع مرة تانية أكمل عشان يكون المرخي تماما إن شاء الله.